مبروك يا ولبت. يا جدعان انتوا متاكدين ده اسبوع من فوكس ومارينا؟ اشمعنى يا جدعان لسه مسموش بنتوه؟ يا راجل انا واحد من خلاص يا خفيف احنا سميناها. سميتوها ايه؟ سميناها ابيل. اشمعنى؟ عشان لما تطلب حاجه من ربنا ربنا يديها. يا سلام سمعنا زغروطه اللي ابويا وامها بقى يا جدعان. يا بابا يسوع وقف مع بابا وماما حافظ على بيتنا وقف مع بابا في شغله ومع ماما في شغلها ويا رب يا بابا يسوع ابعت لبابا فلوس كتير. طب مش هطلب حاجة لنفسي؟ طب ايه عايزة ايه؟ يا رب تبعت البابا في سكتي عشان يكمل. امين. ايه يا حبيبتي ايه الاخبار؟ تمام يا بابا. ايه خايفه ولا ايه؟ اكيد لا يعني. ماشي يا عم الجامد بس بنسى شويه. لا ركزي كده زي ما وعدتك لو جبت مجموع حلو هجيب لك الايباد اللي انت نفسك فيه. بجد يا بابا؟ بس ده غالي قوي. خلاص صلي ربنا ان يبعت فلوس لبابا. حاضر ماشي يا حبيبتي يلا ربنا معاك وتصبح على خير. وانت من اهلي. يا بابا يسوع اقف معايا في امتحاناتي وخليني اجيب مجموع عشان بابا يجيب لي الايباد اللي انا نفسي فيه. خلي يا رب بابا يكون معاه فلوس كتير عشان يقدر يجيب لي باقي اللعب. امين. يلا بقى يا جو. يا سيدي ماما لو صحيت هيبقى منظري وحش قوي. طب خلاص يا سيدي بحبك. ارتحت بقى؟ اوعى تتاخر بكره ها اصلك وحشني. اشكرك يا رب يعني انا كنت زعلانه منك قوي انك ما خلتنيش دخلت الكليه اللي انا عايزاها بس يا رب انا فهمت دلوقتي انت ليه خليتني دخلت كليه تانية خالص عشان اقابل جو. يا رب خليهولي يا رب وجعله شريك حياتي. هاتيلي كوبايه ميه لغايه ما اقوم على حيلي. اشكرك يا رب يعني انا كنت زعلانه منك قوي انك ما خلتنيش دخلت الكليه اللي انا عايزاها بس يا رب انا فهمت دلوقتي انت ليه خلتني دخلت كليه تانية خالص عشان بابا يجيب لي الايباد اللي انا نفسي فيه. ويا رب يا بابا يسوع ابعت لبابا فلوس كتير. طب مش هطلب حاجة لنفسي؟ طب ايه عايزة ايه؟ سميناها ابي. اشمعنى؟ عشان لما تطلب حاجة من ربنا ربنا يديها لك.